الجديد ستكون كل المحاولات خطيرة. كرة الآن أمامية خطيرة. الله علق يا البدواوي والشباب يداوي الشباب ناوي علق يا البدواوي والجوارح بيسجل هدف غاوي هدف غاوي كما ذكرت أن كل الكرات في أرضية الميدان ستكون خطيرة والكرة في الشباك هدف أول كان ولا بد أن لنا الكرة وليد عباس بيسجل الهدف الأخ شباك لباك مع الشباب مش حتقدر تغمض عينك مش حتقدر تغمض عينك الله مش حتقدر تغمض عينك جوارح يعمقون الجراح جوارح كالطيور الجارحة شباك لباك اكرنا سلم عبد الله سلم يديك فإن خوليو سيزار معاه مش حتقدر تغمض عينيك الله هدف الأمام هدف تعميق الجراح هدف قاتل رصاصة قاتلة تقتل الأهلوية وتفرح عشاق الفرقة الخضراء في دقائق صعبة.